جميع السيدات عرضة للإصابة بالسرطان، لكن شريحة كبيرة منهم تكون لديهم مسببات، يعني يا إما العمر عند تقدم العمر، أو أسباب وراثية أو أسباب جينية. في توجد قائمة طويلة لمسببات سرطان الثدي. لكن نلاحظ أن بعض السيدات ليس لديهم أي مسببات وتظهر فيهم السرطان، وإحنا نركز على هذه الشريحة، لأن هذه عادة شريحة من السيدات اللي يعني تكتشف السرطان متأخر، لأنها ما تضع في بالها أنه ممكن يجيها السرطان. طبعا أول شيء لأنه هذا شيء متوفر، يعني أي امرأة تقدر تعمل فحص الذاتي لنفسها في البيت، وبتعمله بطريقة دورية، فهذا الشيء ما في تكلفة، ما في عناء، خصوصا في يعني في مجتمع متحفظ زي مجتمعنا. الواحدة يعني تلاقيها تتحفظ انها هي تروح لطبيب يكشف عليها، وغالبا ما عندها شيء. لكن الفحص الذاتي يدي لها فرصة انها هي تكتشف الشيء بدري، هذه من ناحية ما في اي تكلفة. والشيء الثاني انه تقدر تسويه كل شهر. الماموغرام طبعا الواحد لو سوى مرة في السنة، مرة كل كم سنة، بس ما يقدر يعيده، ففرصة اكتشاف الورم مبكرا تقل لو احنا ما اعتمدنا على الفحص الثدي الذاتي. اول شيء فحص الثدي الذاتي بيخلينا انه احنا يعني نمسك السرطان في بداياته. معنى انه احنا نمسك السرطان في بداياته معناته ان احنا يعني ساهمنا في يعني علاجه مبكر، استخدام وسائل ممكن تفيد. يعني بمعنى انه اول يعني ما كنا نسمع مثلا من قبل كم سنه انه الواحده عندها سرطان في الثدي، نعرف انه يعني مؤشر غير جيد. حاليا في شفاء تام، لاننا صرنا نكتشف السرطان بدري مع التقنيات اللي جايه. طيب احنا لازم نغطي كل محيط الثدي، طيب من أسفل الرقبة إلى أعلى البطن، نغطي جميع الفصوص الثدي الموجودة والقنوات، ونغطي المنطقة اللي إبط لأنها هي اللي بتحتوي الأوعية اللمفاوية والعقد اللمفاوية. طيب طبعا إحنا لازم نعمله في عدة وضعيات. أولا نوقف أمام المرأة ونشوف إذا في أي اختلاف الثدي الأيمن عن الأيسر، هل في اختلاف في لون الجلد، هل في اختلاف في الحلمة، في أي قشور، أي التهابات، أي احمرار، أي شيء. غير كده أنه إحنا نفحص الثدي في عدة وضعيات، ممكن اليد فوق، ممكن اليد في الخصر، الإمالة إلى الأمام، وتكون المرأة منسدحة. ليش؟ عشان في بعض الكتل قد لا تجس بوضعية معينة، ممكن تجس بوضعية أخرى. ونفحص بطريقة دائرية بثلاث الأصابع الوسطى، طيب بضغط خفيف وعميق عشان نقدر نكتشف أي كتل داخلية بطريقة دائرية، ومن فوق لتحت نغطي كل شيء. ممكن كمان من الأشياء إنه إحنا نحاول مثلا تحت الدش إنه إحنا مع الصابون يدي فرصة إنه تنزلق اليد بخفة وتقدر تجس حتى الأشياء البدائية. أنا أعتقد إنه أكتوبر هذا شهر التوعية بالثدي، سرطان الثدي. أنا أتمنى إنه هو يكون موجود طول السنة، بحيث إن كل معلمة تحاول إنها هي تدرب مثلاً فتياتها في المدرسة على الفحص الذاتي. إحنا نهيئ الأسرة، بناتنا،